بوتين يقر عقوبات اقتصادية على تركيا، وأنقرة تحذر من اتساع الهوة بين البلدين. بدء عملية تحرير الجبهة الغربية لتعز، والمتمردون يردون بالقصف العشوائي للمدينة. كوبلر يدعو الليبيين إلى إقرار الاتفاق السياسي، وأعضاء من مجلس النواب والمؤتمر الوطني يتقدمون بمبادرة جديدة. العبادي يؤكد استعادة 40% من الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش في العراق. وسط إجراءات أمنية مشددة، تفتتح قمة المناخ غدا في باريس بحضور حوالي 150 من القادة. علماء الآثار ينطلقون في مغامرة مثيرة للعثور على مقبرة الملكة المصرية الأكثر نفوذا نفرتيتي.